مرحبا برج الميزان، الكره العاطفيه، وشو الخطوه اللي رح يعملها من ناحيه انت في طاقتك. انت برج الميزان، انت معتدل الطاقه والمشاعر، انت حاليا مشغول في اعمال خيريه للبعض منكم، للبعض الاخر انتم معتدلين كطاقه عامه، يعني بين العقل والقلب والمنطق، واحتمال منكم انتوا في عطاء مع العائلة، في اجتماعات عائلية، انت حاسس نفسك انك انت في طاقة التوازن، التوازن من كل شيء. بدنا نشوف اللي وراك. انت شايف الشخص اللي وراك منعزل وبفكر كتير، شايفه كمان هو ماخذ على طرف منك على جنب، وبفكر يمكن في أعماله، في مشاريعه، في حياته الخاصة إذا أنتوا كنتوا منفصلين. والشخص هذا احتمال يكون شخص كبير سنا أو شخص متزوج، أو أنتوا إذا كنتوا في زواج هذا الشخص احتمال أنت شايفه وبفكر في الأموال و بعيد حساباته في المال، لأنه أنت في طاقة السكس أوف بنتيكال. احتمال انت شايفه مش متوازن ماديا وانت بتحاول تعطيه، تحاول توازنه، او انت متوازن لحالك بدون هذا الشخص. الشخص هذا هيبريستس. واو، شو الطاقة الضخمة. الشخص هذا تخفي عنك شيء من الهموم او بيخفي مشاعره. الشخص هذا يا اما متباعد او صامت، حامل اعباء كتير، يعني العشرة سولانجات والدف. لا ما اعتقدش هاي لها. الشخص هذا احتمال لانك انت شايف برضه هارمنت، فاحتمال هذا الشخص يا متباعد عنك او في حزن ومخفي مشاعره ومخفي حزنه ومخفي تعبه، لكنه عنده ادمان معين او عنده شيء طاقته سلبيه جدا جدا جدا، طاقته سلبيه. خليني اشوف ليش ما بيستلز طاقته. دبل، مع انه عنده طاقته تختلف هون، يعني بس اشوف ليش طاقته ما بيستلز. احتمال الشخص هذا غادركم، تعب فجأة رحل عنكم وراح يبحث عن وضعه المادي، وللبعض منكم هو مخفي عنكم شيء متعب وتباعد عنكم، لهيك انتم شايفين الهرمون، لكن انتم متوازنين، انتم بين العطاء والاخذ، وانتم كأنه عاملين مشروع عائلي، مشروع عمل خيري بتوزعوا للمحتاجين والفقراء. انت بطاقتك المتوازنة، يعني انت ما فيش عندك حزن او اسى من ناحية هذا الشخص. الشخص ده بس انه ما يبقاش تعبان هذا الشخص، بس هو في طاقته العامة. خليني اشوف، هو في الجوين، هو زعلان، هو قاعد لحاله ومطنش الدنيا ومطنش العالم ومطنش كل شيء. طاقته البيتش، لكنه بده يخدعنا، بده يعطينا انه هو بس، يعني انه بس مهتم في انجازاته واعماله، لكنه هو شخص غامض. يمكن على فكرة هو شخص غامض، شخصية غامضة. الشخص هذا بحب يخبي جواه ما يظهرش للآخرين شو بفكر، يعني عنده غموض مع نفسه. احتمال هذا الشخص يكون مدمن على شيء،
احتمال عنده إدمان لشيء معين، هو شخص غامض وكتوم وبيحاول يتغير. على فكرة احتمال شايفكم انتوا تبعدتوا عنه واختفيتوا. خلينا نشوف. حاليا عندنا على الطاولة نطاطا لكوين اوف بنتكل، بس انا حس انه هو حزين، لكن يمكن حزين على موضوع مادي. هو حاسس انه بحاجة مادية، بحاجة مادية، مال، استقرار مادي. الشخص هذا بيفكر في مشروع ما، أو الشخص هذا داخل في علاقة ثلاثية، مش من طرفك أنت يا برج الميزان، من طرفه هون. يعني هون مع شخص طرف آخر، طرف ثالث، وهو بيبحث عن الأموال والاستقرار، وهو عن جد عمال بيبحث عن المال والاستقرار، عن ال الحاجة المادية مش العلاقة العاطفية. فهو الشخص هذا إما في علاقة ثلاثية هو في طرف آخر، طرف آخر هو، أو الشخص هذا عنده مشروع مركز فيه جدا، كل تركيزه في هذا المشروع، أو الشخص اللي في علاقة مع امرأة نرجسية وهو بفكر كيف يوفر لها المال ويوفر لها كل شيء، لأنه إحساسي إنه الشخص هذا حاسس إنه محتاج للمال أو محتاج لاستقرار مادي مش استقرار عاطفي، ومحتاج شيء من المال لأنه عنده حاسس انه في شخص مطنشه بسبب المادة، بسبب المادة. في شخص، الشخص هذا اللي معكم اللي انتوا فايتين تشوفوا له، سواء كنتوا في زواج او في انفصال، فالشخص هذا في حدا مطنش بسبب المادة او استقرار العائلي، لانه هو داخل طرف ثالث، اما شخص، اما امرأة نرجسية او شخص نرجسي اللي من الاشخاص الماديين. فالشخص هذا كل تفكيره ومتجه الى اللي بده يستقر ماديا لحتى يرتاح تفكيره بشيء متعلق فيه، هو متعلق بشيء مادي اسري. احتمال الشخص ده متعرف على شخص نرجسي، شخص بشده بطريقة التجاهل والتطنيش، وإذا ما لبيتش رغباتي فأنا رح أطنشك ومثلا أقطع معاك نهائيا. الشخص ده بتعامل مع شخصية نرجسية، عشان هيك هو أنت شايفه ملتزم الصمت ومتباعد عنك، وهو مختفي ومتباعد وشايل همومه كبيرة. وحاسس حاله داخل في شيء شبيه للموت. الشخص هذا كأنه يعني كده احكي لكم، حامل هم المفروض هو ما يح... يعني ما يحمله، بس هو محمل نفسه فيه او مدخل نفسه فيه. مخفي سر هذا الشخص، بس مش مظهر لحدا، بس ظهر لنا في الطاقة تاعته، حاول انه يظهر لنا في الطاقة تاعته طبعا انه هو بس مركز في المال، لكنه مركز في المال عشان طرف اخر غيرك يا برج الميزان. واحتمال يكون انه اذا انتوا كنتوا منفصلين بهذا الشخص شايف إيه، او يعني المشكلة بيناتكم انتوا، انتوا عارفين انه هو مفيش طرف تالت بيناتكم، احتمال هو بيعاني بالمادة
بالمادة المال يعني، يعني انه مش قادر ياخد قرار في علاقتكم بسبب انه عنده عسر في المادة ومشروع معين مش قادر يحقق فيه نجاح، فهو مركز فيه البعض منكم. خليني احكي لكم الابراج، برج الميزان وبرج العذراء وبرج الحوت، حلو كل الابراج على بعض، وبرج العقرب احتمال يكون هو برج العقرب وحابب يغلبنا شوي في الكورة، وبرج الجدي وكمان برج الثور. بس طيب شو مشاعره من ناحيتك؟ مشاعره شوي يعني الشخص التعبان، انا مبدئيا بحكي لكم الشخص هذا تعبان جدا جدا جدا. الشخص هذا حاسس انه انتم الاستقرار والعائلة. ليش؟ هو بسبب التبع، الشخص اللي دخل علاقة سامة وانفصل عنها ومشاعره راحت لكم وحس انه انتوا الامان او انتوا الاشخاص اللي راح تحتوي، فهو شايف انه انتوا العشر نقود، الاستقرار والعائلة والراحة النفسية، لكنه يمر هذا الشخص في انفصال. عشان هيك بذكركم احتمال تكونوا انتوا كنتوا في زواج وانفصلتوا عن بعض، وبعد الانفصال حس انه انتوا الاستقرار الوحيد اللي اللي في حياته. الشخص اللي بمر بصاعقة، بمر بانفصال، بمر بشيء، وهو زي فاجأ اجته صحوة حسست انه انتوا الاستقرار بالحياة اللي صح. طب خليني اشوف ليش التوام الارتكال. بس هذا الشخص يعني في عنده مشكلة، عنده مشكلة، الشخص هذا عنده مشكلة، عنده مشكلة. أعتقد هاي طلعت في توقع الشيء اللي بيحاول يتكتم عليه، أو الصاعقة اللي صارت في حياته تكتم عليه. الشخص هذا إما انضحك عليه وحس بقيمتكم، برضو بتنفع القراءة للمنفصلين. الشخص هذا حس بقيمتكم بعد ما أكل عصي تقال كافي. يعني الشخص هذا بيحاول يمسك نفسه لأنه عارف إنه هو غلط في حقه، وبعد ما الدنيا مثلا نحكي ربنا أخذ حقه منه، عرف إنه هو مديون إلكو لأنه أنتوا كنتوا في استقرار وكنتوا مستقرين وكنتوا أنتوا بالنسبة إلى الأسرة والعيلة والبيت والأمان والحنان والدفى يعني. فالشخص هذا مشاعر من ناحيتك هيك لأنه بيمر في انفصال من الطرف اللي تركه بسبب الشخص. وبالمناسبة هون برج الأسد. طيب هو كيف شافك؟ هو شافك أنت مستقر، مع إنه هون يعني إن الشخص أسد رؤيته غير لك. طيب خليني أشوف كو، أشوف بركي ساعدتنا في القراءة أكثر، لأن الشخص هذا طاقة شوي يعني عنده مشكلة غيركم أنتوا، عنده انفصال آخر غيركم أنتوا. خلينا نشوف، يمكن هو راح لزواج تاني، تزوج عليكم يعني، تزوج من طرف آخر، وهو دخل يعني طرف آخر، زوج تاني، أخذ شخص منفصل، دخل أو إذا كان رجل أو إذا كانت امرأة دخل في زواج مع هي يعني إنه رقم اثنين في الزواج هذا طرف تاني، وبتنفصل هلا عن هذا الشخص. ما يعني البعض منكم انتم طبعا يعني هي قصتكم وكل واحد ياخذها كل واحد هو عارف قصته. انا بعطيكم احتمالات وانتم خذوها للاتجاه المناسب لكم. هون بحكوا لكم انه لاحظوا مشاعرك الجسديه والعاطفيه المتكرره لانها تدل على التوجيه اليهم.
احتمال انه انت بتجيك اشارات جسدية من ربنا، مثلا بتحس انه صدرك يرتاح فجأة، فيمكن ربنا هيك بيزيح عنك هم يمكن تركه هذا الشخص. احتمال افكارك صارت تتوازن وانت حس صحتك منيحة وقادر تعطي وتاخد، وقادر انك انت تعطي للاخرين نصائح، او قادر انت تنجز اعمالك. فاعرف ان ربنا هو اللي بيوجه فيك في هذا الشيء، يعني ربنا هو وجهك لشيء معين. انا اعتقد ان هذا الكارت الك من شيء. خلينا نشوف الرومانس. يعني انا شايفك ان انت يعني منيح، يعني انت متوازن. طب خليني اشوف، يمكن انت كمان خدعتني. انت شو مشاعرك تجاه هذا الشخص؟ انت تعبان، انت يمكن تظهر انك متوازن لكنك تعبان جدا جدا، وحاسس بغدر من ناحية هذا الشخص. انت حاسس ان هذا الشخص اتعبك، يعني للنفس الاخير، الرمق الاخير اتعبك هذا الشخص. عشان هيك بقول لك اتحرر من القيود.